قذيفي 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 ايه ده قصتي دي مضحك طلعت بيضحك ماو قذيفي بيضحك الفكرة أنا أجتني من سنتين تقريباً، كان عيد وكان أولاد عم يلعبوا بالألعاب النارية، فصار انفجار بالألعاب النارية وهيك، يعني أولاد عم يلعبوا، فالبنت خافت، ففوراً أنا طالعتها وقلت لها لا يعني عادي هدول أولاد عم يلعبوا، يعني ما لا تخافي يعني. هلق بعد ما فتت وكذا خطرت لي الفكرة أنه شغلي منيحة، بما أنه اقتنعت يعني هي أنه بالفعل هذا أولاد عم يلعبوا، فصرت كل ما تجي الطيارة أو كذا طالع الجوال قل تعال نضحك هذول الأولاد عم يلعبوا وكذا، هذا عيد ميلاد، هذا عيد كذا، يعني قدر الإمكان أنه حاول أنه فهمه أنه هذا شيء ما هو سيء. كان عم بيصير في قصف، هذا الفيديو اللي نشرته كان عم بيصير قصف، ففورا طلعت الجوال لانه شفتها بدها تخاف او كذا، طلعت الجوال وصورتها وقلت لها شوي طياره، قالت لي لا قذيفي، فهي صارت تفهم انه هاي في قذيفي وطياره، بس ظلت عم تضحك. سلوى تطلع قذيفي هلا، اسمعي كيف طلعت؟ بدنا بس الأطفال تعيش حياة كريمة، بس لا أكثر ولا أقل، طموحات ما ضل عنا، تمام؟ طموحنا الأول إنه نعيش حياة ما فيها قصف ولا فيها طيارة، والولاد يتعلموا ويكملوا حياتهم بس. طلعت